مرحبا للجميع، شو الاخبار؟ دقيقة بس اشارك الرابط للفيسبوك لايف بالمجموعة كمان، وبعدها بنبلش في الاسئلة اللي انتم معنيين تسألوني اياها. بس دقيقة، محمد سألني بخصوص المتجر، وانت الوقت المناسب اني اشترك بمتجر. فزي ما ذكرت محمد، الاشتراك بمتجر انت بتشترك فيه بس لما يكون عندك اكثر من 50 صفحة مبيعات اللي معرفة في متجرك. اقل من 50 صفحة فيش اي لزوم تفتح متجر، لانه انت لما تشترك بمتجر راح تدفع اشتراك شهري بمبلغ معين. مثلا ستارتر راح تدفع $4.99 كل شهر، ففيش اي لزوم. زي ما قلت لك، الهدف الاساسي من تعريف متجر او الاشتراك بمتجر في الايباي هو بس عشان نخفض رسوم اعلان الصفحات. كل صفحة بتعلنها بالايباي، ايباي باخذ عمولة عليها اللي هي عبارة عن 30 سنت. كتاجر جديد لما تشترك في الايباي كتاجر جديد، اول 50 صفحة مبيعات الايباي باخذش 30 سنت. هذا عبارة عن تشجيع للتجار الجداد للي معنيين يبلشوا يبيعوا في موقع الايباي. فعشان هيك الهدف الاساسي للمتاجر اللي هي بتعلي عدد صفحات المبيعات اللي الايباي بياخذش عليها عمولة. فلنفترض في عندك ستارتر اللي هي من 50 صفحة، كحساب تاجر عادي الايباي بياخذش اول 50 صفحة عمولة. اما بستارتر مثلا باخذش عمولة بالمئة صفحة، في 100 صفحة باخذش منها عمولة. بدي افرجيك الرزم اللي موجودة بخصوص العمولة وكم عدد صفحات مبيعات بتقدر تعلن من دون ما الايباي ياخذ منك عمولة. فبدي افرجيك. وعليكم السلام، اهلا ارت. لما تفوت على حسابك بالايباي، بدي افوت على حسابي بالايباي وفرجيك محمد. شكرا مهند. مهند فضيلي، اهلا مهند، شو اخبارك؟ مرحبا ايوب. فمحمد بدي افرجيك بالايباي لما تفوت كيك، اعمل سكرين شوت للحاسوب. انتبه، لما تفوت على الايباي، لما تفوت على حسابك account settings وتفوت على subscriptions الاشتراكات، بالاشتراكات هنا بتشوف انه في عندك امكانية الايباي ستور انك تشترك بمتجر. فلما اكبس على choose a store في عندك جميع الرزم اللي مبينة هون. فانتبه، انت كتاجر جديد انت بتدفعش اي اشتراك لمتجر، انت عبارة عن حساب تاجر زائد مشتري مع بعض، وبتدفعش اي اشتراك شهري. والايباي بعطيك تعلن 50 صفحة مبيعات دون اي تكلفة، لكن في عندك الرزم اللي زي ما احنا شايفين هن ستارتر. انتبه، ستارتر لما تدفع $4.95 انت عدد صفحات المبيعات اللي بامكانك انك تعلنهن دون اي رسوم، رسوم الاعلان الصفحة اللي ذكرتها اللي هي 30 سنت، بتزيد من 50 بصير 100. وبالبيسك راح تدفع تقريبا $22، وكمان عدد صفحات المبيعات اللي راح تعلنهن دون اي تكلفة 30 سنت رسوم لكل صفحة راح يزيد ل 250. بالبريميوم راح تدفع تقريبا $60 بالشهر، لا وكمان عدد صفحات المبيعات اللي ما راح تدفع عليها اي رسوم اعلان صفحة هي عبارة عن 1000 صفحة. بالانكور تقريبا $300 و10,000 صفحة، وبالانتربرايز راح تدفع $3,000 وراح يكون 100,000 صفحة ما راح تدفع عليها اي رسوم. على فكرة انتربرايز ما فيش كثير بالايباي اللي عندهم متاجر انتربرايز، ممكن انه تقريبا بين 3 لـ 5 تجار بكل الايباي اللي هم معرفين كمتاجر، المتاجر بتاعتهم الخاصة لانهم معرفة كانتربرايز. فهيك انتو بتقدروا تعرفوا
كيف اي متجر ملائم لإلكم. وزي ما قلت لكم فيش اي اهميه للمتجر، اذا بتشتركوا بمتجر وانتم في عندكم اقل من 50 صفحه مبيعات. الهدف الاساسي من المتجر هو بس عشان نقلل الرسوم الشهريه اللي راح ندفعها بخصوص اعلان صفحات مبيعات، الرسوم الاعلان. حياك الله، اهلا مهند. مرحبا ايمان، شو اخبارك؟ كيف؟ خليني افرجي كمان التعليق. ايمان بتسال كيف بقدر اتمكن اكثر، لانه بالدور بدي اسال عن السيلر هاب وكيف بقدر اتمكن اكثر لانه دوره الدروب شيبينج ما له فصل. ايمان فوتي على دوره الايبل للمبتدئين. انا بعرف انه فيش لك اي امكانيه انك تفوتي على الدوره، بس تواصلي معي بعد ما اخلص الفيديو او بكره وبشرح لك عن دوره الايبل المتقدمين. في شرح كامل عن السيلر هاب، كل رابط موجود في السيلر هاب مشروح عنه في دوره الايبل المتقدمين. اي عشان تكونوا فاهمين انه بدورات الاكاديميه في عندكم دوره ايبل المبتدئه اللي هي عباره عن زي البوابه اللي راح تفتح لكم المجال وتعرفوا اكثر عن مجال التجاره الالكترونيه، وفي عندكم دوره ايبل للمتقدمين اللي هي عباره عن المرحله التاهيليه او المرحله الانتقاليه بين الدوره المبتدئه والمجال المبتدئ اللي تعلمتوه بدوره ايبل المبتدئين لمجال الدروب شيبينج. فتواصل معي اليوم لما اخلص البث، او اذا بدك خلال اليوم بكره وبشرح لك بخصوص دوره ايباي للمتقدمين. السيلر هاب هو راح يريح كثير عليكم من ناحيه السيلر هاب، في عده امكانيات متقدمه جدا، كمان من ناحيه اعلانات مروجه اذا بدنا نستعمل البروموشنز والبروموتد ليستنج اللي موجوده في الايباي. فتواصل معي وراح اساعدك، فيش اي مشكله. ياسر، كل شهر بقدر انزل 100 منتج في الستارتر. ياسر بيقول ما شاء الله عليك، شكرا ياسر. كل شهر بقدر انزل 100 منتج في الستارتر. اخرى مره ياسر عشان اوضح لكم الصوره، هنا احنا بنحكي 100 صفحه مبيعات مش 100 منتج. والحكي هنا انا بقوله انه بخصوص مش القيود موضوع، وعدد صفحات المبيعات موضوع ثاني. القيود بتاعكم لكل تاجر جديد هو اعلان 10 منتجات، وعشر المنتجات هذول ما يزيدش قيمتهم عن 500 دولار، ولكن بالمقابل الايبي بعطينا نعلن 50 صفحة مبيعات من دون اي تكلفة مجانا. فالقيود موضوع، وعدد صفحات المبيعات اللي بنقدر نعلنهن من دون اي مقابل موضوع ثاني. ما تربطوا بين هذول الموضوعين. يعني لو احنا هسه عندنا، لو انتم فتحتوا متجر جديد وفي 10 منتجات اللي مسموح لكم 10 منتجات ومش اكثر من 500 دولار يكون قيمتهن، لو اشتركتوا بالستارتر القيود ما راح يرتفعن. ففيش اي ربط او اي علاقه بين الموضوعين، فهن موضوعين مختلفات تماما، فانتبهوا لهذا الموضوع. خلينا نشوف. محمد انت موجود معنا، محمد شكور سالتني عن المتاجر وجاوبتك، فبحب كمان تعلق اذا في عندك كمان اي اسئله ثانيه. في عندنا هنا محمد امين، اريد ان تتكلم عن اثمنه متدنيه وليس منافسه في منصه ايباي. محمد ما فهمتش شو تعليقك، لو تفسر لي اكثر خليني اجاوب مليح. محمد مصاروي، مرحبا محمد، شو اخبارك؟ هل عندي تسجيل ببرنامج بقدر اتنازل عن موقع تيرابيك؟ محمد، بتقدر تستعمل الثنتين، دائما بفضل كد ما يكون عندك اكثر برامج
لبحث اسواق، هيك انت بتتعرف على اكثر منتجات. بما انك في مرحله مبتدئه نسبيا في المجال، فبنصحك تستعمل برنامج واحد، هيك عندك راح يكون تكلفه شهريه لبرنامجين، فبنصحك برنامج واحد لانك اكثر انت رايح على مجال الدروب شيبينج بالدورات، فانا بنصحك تركز اكثر بزيك اناليتكس. ممكن بالمستقبل اذا انت حابب تتعرف على اكثر منتجات وبدك تزيد اكثر مبيعات، من ناحيه ثانيه بالمقابل كل ما تزيد منتجات راح تزيد المبيعات، فعشان هيك انا بنصحك تستعمل بزيك اناليتكس حاليا لتقلل التكاليف اللي عليك انك تستعمل برنامجين مع بعض، هاي تكلفه كثيره. ركز على برنامج واحد وكون متمكن فيه وكون محترف فيه، وشفت بالدورات في كثير فيديوهات اللي بتشرح عن زيك اناليتكس. انا بعرف انه فيش كثير عن ثيرابيك، وراح يكون خلال الفتره الجاي كمان فيديوهات عن ثيرابيك بالدورات اللي بتفسر اكثر عن ثيرابيك، بس انا بنصحك لانك اكثر رايح على مجال الدروب شيبينج، بنصحك انك تركز اكثر على زيك اناليتكس لانها كثير ملائمه للتجار اللي بيشتغلوا في مجال الدروب شيبينج. خلينا نشوف كمان تعليقات. اهلين محمد. محمد بيسأل شو الفرق بين 100 منتج و100 صفحة مبيعات، ما فهمتش منيح منك. اخر مرة محمد، انت بتقدر تعلن 100 صفحة، في صفحة مبيعات وفي منتجات. الصفحة مبيعات اللي فيها بتعلن المنتج للبيع، ممكن ب100 صفحة، ممكن بالصفحة مبيعات واحد يكون 100 منتج. اذا انت هسه اعلنت منتج واحد في صفحة مبيعات وعرفت بالكوانتيتي 100 قطعة، هاي عبارة عن منتج وفي منه 100 قطعة، ففي المنتج وفي صفحة مبيعات. الاي بي باخذ على كل صفحة مبيعات بتعلنها 30 سنت، وما بهمه كديش الكمية، كمية المنتجات المعرفة بالصفحة، ممكن انك تعرف في هاي الصفحة 1000 قطعة لهذا المنتج، ففيش اي اهمية. فزي ما قلت لك في عندك صفحة مبيعات وفي عندك منتج. هسا الاي بي كتاجر جديد، الاي بي بقيدك انك تعلن 10 قطع لمنتجات معينة. ممكن يعني اذا هسا انت اعلنت صفحة مبيعات واحدة وعرفت فيها 10 قطع، صفحة مبيعات بايت ناو وعرفت فيها منتج وفيها بالكوانتيتي عرفت 10 قطع، هيك الاي بي بخليكش تعلن كمان منتجات. فانتبه انه في عندك صفحة وفي عندك منتج. بتمنى انك فهمت الموضوع بين منتج وصفحة، اذا ما فهمتش كمان علق وبشرح لك اكثر شو اللي ما فهمتوش. ايمان بتسأل، خلينا نشوف السؤال. عندي منتج مبين awaiting payment لكن بالبيبر مبين انه اندفع، كيف تفسر الشيء؟ تسلم ابو خالد. إيمان، awaiting payment ممكن إنك بعتيه بساحة ثانية، ممكن إنك بعتيه في عملة معينة يعني بالباوند أو باليورو، ممكن هذا، أو ممكن إنه awaiting payment، awaiting payment مبين عليه زي ساعة رمل، إذا مبين عليه ساعة رمل بيستنى يأخذ الموافقة من إيباي أو بايبال. بس أنا بنصحك إذا فتي على البايبال وشفتي انه المصاري او المبلغ مكتوب عليه اوكي تو شيب والمبلغ موافق عليه من خلال بايبال، فتمام ممكن انه في اشي اي غلط بالايباي. بنصحك تتواصل اذا خلال الايام هاي القريبه ظل معرف كاويتنج بايمنت، ممكن انك تتوجه للايباي بخدمه الزبائن للايباي، تتواصل معهم ويعرفوا اكثر عن المجال. خلينا ننتقل للسؤال الثاني. محمد امين، محمد امين، تفسير عن اثمنة متدين مثلا منتج ثمن $10 تبحث عن منافسة في القيمة الكاس الدولار، هامش ربحه هو الدولار ولا $2، هذا الشيء مؤسف. محمد اخرى مره للاشخاص او التجار اللي بيشتغلوا مجال الدروب شيبينج، دولار ولا $2 هذا ربح مليح لهم،
لأنه ممكن خلال اليوم يكون عندهم 10 مبيعات أو 20 مبيعة عن هذا المنتج. فمتعلق في أي منتج أنت بتحكي، في منتجات اللي التجار بفضلوا إنهم يربحوا دولار أو دولارين على كل بيعة بتتم لهذا المنتج، بس بالمقابل هم بيعملوا كمية كبيرة من المبيعات بشكل يومي. فمتعلق أنا شو المنتج اللي هذا اللي معلن. كمان انتبه انه اذا التاجر هو صيني، التجار الصينيين طريقة تفكيرهم من ناحية الشغل ومن ناحية التجارة مختلفة تماما عن التجار الثانيين. التاجر الصيني بفكر انه يربح قليل بس يبيع كثير، هيك طريقة شغلهم. كمان بالتجارة التقليدية العادية، مش بس بالتجارة الإلكترونية. فمتعلق كمان انه التاجر، ومتعلق كمان شو المنتج، وكمان بأي طريقة التاجر بيشتغل مع هذا المنتج. إذا المنتج هو دروب شيبينج زي ما قلت لك، واحد دولار بين 1 ل 2 دولار، هذا هامش ربح مليح بالنسبة للتاجر، لأنه احتمال كبير كمان يكون مبيعات كثيرة عليه. فبتمنى انك استفدت. في كمان تعليقات. نفسي نشوف ياسر، نفسي اقدر افرق ما بين ايتم اند ليستنج. بتمنى ياسر انك سمعت تعليقي لمحمد شكور، انا جاوبت على هذا السؤال. تعال نشوف تعليقات اخرى. إذا في عنده حدا أي أسئلة ثانية، تعال نشوف. إيمان بتسأل، بدي أسألك عن تجربتكم من الأوتو دي اس فايندر، لأنه بالنسبة إلي بالمرة مش ناجحة، حتى لو بعلن منتج صاحب 8 مبيعات بالشهر وبعلنها بربح بسيط جدا نص دولار. إيمان بنصحك ما تستعمليش بالمراحل الأولى أوتو دي اس فايندر، ومش لإلنا حاليا يعني بالمراحل الأولى. بنصحك تعلني منتجات بنفسك. من تجربتي بالأوتو ديس فايندر، أنا جربته فترة طويلة نسبيا، مش لهالدرجة بيجيب نتائج مليحة، مش فعال كثير. وانت بنستعمله بمراحل متقدمة لما يكون عندك كثير عدد صفحات مبيعات كثير، وبدك حدا يعمل لك بحث اسواق ولكي لك منتجات ثانيه، بنصحك انك تستعمليه. حاليا انا بنصحكش تستعمليه. وكمان بدي اقول لكم بخصوص دوره الدروب شيبينج من الامازون للايباي اللي غالبيتكم مشتركين فيها، في عندكم فصل كامل اللي بشرح عن العمال الافتراضيين، الفي اي اختصار لفيرتشوال اسيستنتس. خلال الفترة القريبة راح اعلن في كثير فيديوهات اللي بفرجيكم فيها كيف بتقدروا توظفوا عمال لإلكم، توظفوا عمال من الفلبين او من باكستان او من الهند اللي يشتغلوا عندكم ويعملوا لكم عدة مهام. انا بعرف انه الفصل فيش فيه كثير فيديوهات، في اكم فيديو بشرح عن المواقع اللي بتقدروا تتعاملوا مع عمال افتراضيين الفيرتشوال اسيستنتس، بس راح يكون عدة فيديوهات عن كريم اللي بتشرح لكم بالتفصيل كيف تتواصلوا معهم، كيف تعملوا المقابلة معهم بطريقة صح، شو الأسعار اللي عادة بأخذوها، عشان تعرفوا انه عامل افتراضي من الفلبين بأخذ بين 3 ل 5 دولار بالساعة. هذا سعر جدا متدني بالنسبة لإلنا، بعملنا عدة مهام، بقدر يعملنا مهام خصوص بحث أسواق إلى كينا منتجات، نقدر نعطيه مهمة كل يوم يشتغل 5 ساعات ويطلع لنا بين 10 ل 15 منتج اللي هو مربح، وبعطينا زي تقرير كديش بنربح منه، كديش عدد المبيعات منه بالإيباي، وكل المعلومات اللي بدنا إياها. بنقدر يعملنا كاستمر سيرفيس، خدمة زبائن، بقدر يعملنا صيانة لمتجرنا، يشوف لنا صفحات المبيعات اللي هي مربحة وانه يعملها لنفطر التايتل اوبتمايزيشن، يغير العنوان، يحسن العنوان، او يعمل بيكتشر اوبتمايزيشن اللي يحسن الصور. فتصبر علي شوي، انا راح اعلن فيديوهات عن كريم بالفصل هذا، فراكبوا خلال الفترة الجاي هذا الفصل.
كمان انا لما اضيف الفيديوهات راح اكون لكم بمجموعه الدعم ان ضفت الفيديوهات. فبخصوص الاوتو ديس فايندر ايمان بنصحكش بالمراحل هذول انك تستعمله، بمراحل متقدمه اكثر بتقدر تستعمله. هو اكثر حسب رايي انا بستعملوه او هم بعرفوه عشان بس ياخذوا اكثر مصاري. مرحبا مجدي، شو اخبارك؟ اهلا، الله يعافيك. السؤال بالنسبه عن نقل التعليق، سؤال بالنسبه لامازون، كيف الوضع؟ بتنصح نستمر مع الامازون مش مع تجار صينيين؟ مجدي زي ما قلت لك الحساب نسبيا اللي عندك حساب اللي هو شغال، فاذا انت شاعر انك متمكن في الامازون وبدك تنتقل على دورة دروب شيبينج من علي اكسبرس للايباي بتقدر تنتقل، بس زي ما قلت لك اول شيء يكون متمكن بمجال معين، ما تنتقلش على مجال ثاني وانت مش متمكن بالمجال الاول. اول شيء تمكن بالمجال الاول، لانه غالبية المنتجات المعلنة حاليا بمتجرك هي من امازون، فاذا انت مش متمكن فيها رح يكون عندك مشكلة بالمستقبل إذا بدك تصير تشتغل كمان على علي اكسبرس وكمان على أمازون. فبنصحك تتروى شوي، تتصبر، أو شيء كون متمكن في الأمازون. وأنا متأكد لو تشتغل بالبحث أسواق بطريقة صح راح تبيع كثير وراح تشوف إنه الأمازون فيه كثير مبيعات. بس اشتغل في بحث أسواق بطريقة صح، زيك اناليتكس او بشكل يدوي عن طريق الايباي نفسه بالموقع. وفي زي ما شفت بالدوره ثلاث فصول تقريبا كامله عن بحث اسواق، او من خلال زيك او من خلال بشكل يدوي اللي بيساعدنا كيف تعمل بحث اسواق بطريقه صح. فبنصحك تركز على امازون حاليا، اذا بدك تنتقل انتقل، بس زي ما قلت لك ابقى متمكن اول في القسم الاول اللي هو دروب شيبينج من الامازون. زي ما قلت لكم انا دائما بنصح انكم تبدوا تتعاملوا دروب شيبينج مع الامازون اول اشي، لانه هو امن اشي. انتوا لاحظتوا انه الشحن سريع جدا، لما نعمل حساب برايم بالامازون الشحن بيكون سريع جدا، ففيش اي مشاكل لارجاع، فيش اي مشاكل يعني بيرفعوش دعاوى علينا او شكاوى بخصوص الشحن انه تأخر او انه المنتج بيعجبهمش، لانه كل شيء مفسر. كمان من خلال المونيتورينج او الروبوتات اللي بنستعملها اعلان المنتجات بيكون سريع جدا، عملية معالجة الصفقة او البيعة راح تكون سريعة جدا. كمان بحالة اذا شخص طلب منا الارجاع، عملية الارجاع زي ما شفتوا بالفيديوهات اللي بشرح عنها كيف بنرجع منتج للامازون لما شخص فتح طلبية ارجاع، العملية بسيطة جدا، فيش اي لزوم نتواصل معهم. فانتبهوا للي بده يتعامل مع علي اكسبرس، العمليات هذول رح يكون اطول، اوقات الشحن اطول، عمليات الارجاع اطول، فيها كمان مخاطرة. ففي سلبيات وفي سيئات بكل مجال، فيش ولا اي مجال تجاري اليوم اللي هو كامل ومتكامل بيرفكت زي ما بقولوها. فانتبهوا لهاي الشغلة. فعشان هيك انا دائما بنصحكم تبدوا بالامازون، لانه اكثر اشي مضمون، اكثر اشي بتقدروا تتعاملوا معاه بطريقة سليمة ومن دون اي مشاكل، لانه الحسابات الجديدة الايباي بيكون مراقبها لفترة معينة، اللي بده يشوف هل هي متمكنة ولا لا، هل هي مهنية ولا لا، هل بتعرف تشتغل بالموقع ولا لا بطريقة صح. انتبهوا لهي الشغلة. بتمنى اني فدتك مجدي. ياسر بيسأل رأيك الشخصي في وول مارت ممكن نعمل منه دروب شيبينج. ياسر من كل موقع في العالم، بهمش من أي دولة هو، بتقدر تعمل منه دروب شيبينج. وول مارت، أمازون، سيرز، كي مارت، ووت، ملان مواقع، البيد باث أند بيوند، ملان مواقع موجودة بأمريكا، وكمان ملان مواقع موجودة بالصين، وكمان ملان مواقع موجودة كمان بأوروبا. بس أهم إشي في عوامل أساسية اللي الموقع اللي بدك تتعامل معاه اللي لازم تتوفر في هذا الموقع. أول إشي بحالة الطبيعة بأنه موقع اللي فيه
عدد كبير جدا من المنتجات ومن فئات المنتجات اللي نعرف نتعامل ونعلن منتجات كثيرة فيه. كمان الأسعار في تنافسية، جودة المنتجات مليحة، وكمان الكاستمر سيرفيس للموقع مليح وسهل وسريع. أنا بدي موقع إذا بحالة مثلا صار عندي أي مشكلة مع المشترين في موقع إبن أتواصل مع هذا الموقع بطريقة صح. فهذول هن قسم من العوامل، في كمان عوامل كثيرة، هذول هن الأساسيات. أما وولمارت كمان موقع ممتاز جدا، بس بدك تعرف إنه وولمارت بطلب إنه تعرف عنوان أمريكي، ما بتعامل مع أشخاص اللي هم من برية أمريكا، فانتبه لهذا الموضوع. مساء الخير فداء، أهلين فداء، شو الأخبار؟ إيمان بتسأل هل في علاقة بين اسم الولاية اللي كتبناها بعنوان موقع الأمازون وفي قيمة الضرائب من الأمازون؟ إيمان ما في أي علاقة بينها. الضرائب بتنحسب منين المنتج، من أي مخزن من مخازن الأمازون موجود في أي ولاية ولأي ولاية بده ينشحن. فإذا نفترض المنتج موجود بمخزن بسي اي بكاليفورنيا وبده ينبعث لشخص اللي اشترى المنتج كمان من كاليفورنيا، فأغلب الاحتمالات انه راح يكون ضريبة. فانتبهوا لهي الشغلة، الضرائب مش بخصوص العنوان اللي بدنا نعرفه بحسابنا بالامازون، بخصوص المنتج وين هو موجود بأي ولاية، المخزن تعيل الامازون بأي ولاية موجود ولوين كمان بدنا نشحنه. هذا هو العامل الأساسي اللي بيأثر على الضرائب. وتبقى كمان شرحت عن الضرائب في بحث الأسواق الطريقة الثالثة بخصوص الضرائب، إنه غالبية الضرائب راح تكون من بس من الأمازون، يعني غالبية لما نشتري من الأمازون. أما إذا بنشتري من تجار الـ FBA أغلب الاحتمالات ما راح يكون أي تاكس، مش راح يكون أي ضريبة. فدائما أنا بفضل وبنصح إنه تستعملوا أو تعمل دروب شيبينج من منتجات اللي هي موجودة عن تجار الـ FBA ومش من الأمازون. طبعا الأسعار راح تكون أغلى شوي لأنه الأمازون دائما أسعاره هي رخيصة، بس كمان زي ما قلت لكم البريك إيفن اللي بنعرفه بالمونيتور كمان بغطي التاكس بشكل جزئي أو أمرار بشكل كامل، لأنه التاكس بتغير من ولاية لولاية. فالتاكس البريك ايفن اللي بنعرفه بغطي التاكس اللي باخذه منها الامازون. محمد مصاروي التعليق اللي كتبه عن موضوع الداتا سيكيورتي، طبعا محمد راح اشرح عن الداتا سيكيورتي مش نسيه. خلينا نشوف التعليق الثاني. فيصل صوالحي، مرحبا فيصل. عند التسجيل في إيبي هل يجب دفع اشتراك شهري؟ فيصل كتاجر جديد لما تشترك كتاجر جديد في الموقع فيش أي اشتراك شهري راح تدفعه، فيش أي إشي. الحساب راح يكون كمعرف كتاجر مشترك، مش راح تدفع أي اشتراك شهري. الإيبي باخذ 10% على كل مبيعة بتعملها، على 10% من المبلغ أي مبيعة بتعملها في الإيبي، وهذا هو مش راح ياخذ اي اشتراك شهري اكثر. انا شرحت اول الفيديو عن المتاجر، لما تشترك بمتجر هناك راح يكون اشتراك مبلغ اشتراك شهري. كمان فرجيت بالفيديو الرزم اللي موجوده، وشرحت انه الاشتراك في متاجر سببه الاساسي وتخفيض رسوم اعلان الصفحات مش اكثر. فبتمنى انك استفدت فيصل، ومرحبا واهلا وسهلا بك في صفحتنا. ايمان، هل دورة اتسي جاهز بموقع الاكاديمية؟ ايمان، دورة اتسي جاهز بموقع الاكاديمية ومعلنة كمان. للي معنى بدورة الاتسي، اذا ايمان انت معني بدورة الاتسي زي ما قلت لك اتواصل معاي، لاني كمان انا شايف انك معني كمان دورة الايبي المتقدمة كمان دورة اتسي، فتواصلي معي بكرة، انا بفضل بكرة، وراح اشرح لك كيف نقدر خليك تشتركي في الدورات.
مرحبا شادي، شو الأخبار حبيبي؟ الله يزيدك أنت كمان. تعال نشوف محمد شكور. أنا بدي أبلش دروب شيبينج، إذا بلشت من علي إكسبرس مش غلط صح؟ مش إجباري من الأمازون؟ أو خلينا نقول وين حسب رأيك أنت بتفضل نبلش، من أمازون أو علي إكسبرس؟ بتمنى إنك محمد سمعت الفيديو، من خلال الفيديو شرحت وين افضل. زي ما قلت لكم بفضل دائما الامازون وبعدها علي اكسبرس. اذا في عندك اي اسئله، اذا ما سمعتش شو حكيت قبل احكي لي وبرجع كمان على الحكي. امازون برايم افضل اشي شادي بيقول، انت افضل اشي شادي كمان. حبيبي شادي. ياسر بيسال كيف ممكن نسترجع قيمه الضرائب في امازون؟ ياسر للأسف الضرائب اللي بندفعها للأمازون، الضرائب اللي بندفعها للأمازون ما بنقدرش نسترجعها إحنا كأشخاص اللي خارج أمريكا. طبعا إذا عندك شخص في أمريكا ومسجل شركة في أمريكا ممكن إنك تسترجعها إذا عندك ملف ضريبي بأمريكا، بس حاليا ما بتقدرش تسترجع الضرائب هذول للأسف طبعا.